تجي من حد الدنيا توصل ثلاث البلاد سبحان الله العظيم انه واحد وازم تحنسر الترونسبور. دابا ركب السبتي ترحو ومن تما كمل الطريق في خنيطرة ان شاء الله باذن الله الى كشير. بسم الله سبحان الله. صباح النور خاوتي خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا البارح في الفيديو السابق تحسر في الترونسبور في العربيه، ودابا غادي للسبت يطرحوا ونط شويه بكري. دابا راه 5 ونص، نط شويه بكري باش نشد الكار. الكار يقلع مع 6، مازال ليا نص ساعه ونوصل ان شاء الله. نكمل الخنيفره، ومن الخنيفره ان شاء الله باذن الله البوميه. انا خوت دابا وصلت البومية، شديت الطاكسي عاوتاني لواحد البلاصة كيقولو لها ايت بوخيل، السمية ديالها ما عارفاش مزيان. غنمشي ناخذ سيزار والباكراج ديالي ونكمل الطريق. الغدا ديالي اخوت بومية بسيط، ايزابيل مايونيزا و طاكسي بينا هو ولا ايه. خوت انا وصلت لواحد البلاصة كيقولو لها اي تي زي نواحد بومية، بلاصه فين مخلي السيزار غادي نوريها لكم. شي حاجه ديال الباكتاج غادي نهز عليك شافي دابا. شي حاجه ديال الباكتاج، هذاك الباكتاج والله الا كامل نهزو فوق كتافي. ورا فين غادي نمشي؟ راه لحد ديال داك الجبل راه مازال الطريق تابعان. كاينه تقريبا واحد 4 كيلومتر اللي غادي نضرب على رجليا. دابا هذاك العادة ديال نحط الساك في الساك، كنحاول منحيدش الساك من داري، كنشوف شي بلاصة بحال هادي كيما كتشوفو هايا، مريح فوق منا، شتوها؟ مريح فوق منا، باش منبقاش نحيد الساك ونطلعو، كان عيا، راه هو الباكراج لاخر كيما هو، ومازال ليا الطريق، سخسخت من الخاطر عنيت والله إلا عنيت، الله، شوف فين مازال ليا، مازال الطريق بعيد عني. أهدافك الزبرة مازال الطريق بعيدة، لا طيروني أطير ولا وحشوني يسير، ما كاين لا طونوبيلات لا والو، الطريق خاوية كتصفر.
انا حيت ساك هذا الله صراحة عشان والله تباز السيزاح اي واد باش نبقى نشري له الزراعة خاصني نبقى نشري له اللوز ونبقى نبوس له راسو انا تدخل الكيس عيش كاين الطريق والحار سخون انا هو دابا مع جويه الجوج الحار سخون عاوتاني ملي كيوصل العشيه والبرد المود ديال البرد عاوتاني الصباح المود ديال البرد والله الا ملي ديت الطراجي ما عمرني خديت شي تفاحه مشي شجره وكليتها بدون اذن مولاه ولكن هذا بان لي هذا راه مقالعين التفاح يعني هذا غير الصياف كيتسمى وشمش يعني هذه تبقى غير طيح غير تولي طيوح من احسن الله وما فيها من الشجره يا بسم الله واش حل حلوه وحلو الحمد لله لقينا هاد الناس دايرين هاد شويه الماء سبحان الله العظيم الزهر ما عنديش خويا ما وصلت تغفر لي يلا ما وصلت للدوار الحمد لله عرفاك داش ولكن راه عيش من الخاطر الطريق بعيدة بزاف ها هو السيزار فين هو مسكين كياكل في الخضورة عييت مقدرتش نوصل عندو شنو بلا شوية ارتاح وغادي نوصل عندو الباك طاش فين هو الله يدعي نشرب شوية الماء السقاية فين هي نشرب شوية الماء ونمشي لعندو نشوفو راه هو فين هو وبارك لنا فيما أعطيت وقنا صرف عن الناس وشر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل اللهم تفرقنا تفرقا منه سالما من الهم ومن الشر موفقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد على كل حال وفي كل حال ونعوذ بك من حال اهل النار اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغممنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد على القران ولك الحمد على الاسلام ولك الحمد على الايمان ولك الحمد على الاحسان ولك الحمد على النعم التي انعمت بها علينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم اللهم اجعل القران حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين وفتح لله نسال الله عز وجل ان يجعل هذه الصدقه في الميزان القبول الله يجعلها في صحيفه الوالدين الله يجعلها في الدنيا تنفع وفي الاخره تشفع اللهم اجعلها من صدقه المقدمات واجعلها من صدقه المقبولات اللهم ثقل بها موازين الحسنات وخفف بها موازين السيئات اللهم ارفع بها الدرجات
وعلمنا رب رشدي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والطعام صلى الله عز وجل أن يجعل الثواب لها إن شاء الله الصحيفة الجميع. إن شاء الله الحشد الطعام التي يجبي إن شاء الله الصحيفة إن شاء الله. يسمحوا ربي الدلو إن شاء الله. اللي يمحوا ربي المعاصي إن شاء الله. والنين ونقول النين فقل يوام طعام وإن مجموعة ما يحضر هذا قبر المولى لنا الجميع. ويتخير مولى لنا الجميع. في وثمينة جانا شقان في الطعام هذا نسمي قبر المولى لنا إن شاء الله. ولهن يتخير مولى لنا إن شاء الله. أن يربزي نساء الصالحات. أن يربزي نساء الذاكرات. أن يربزي نساء الحافظات. أهل وفق ربي لما يحبه ويرضى. رسمتي يا ربي دفنين شيخا إن شاء الله. أن يقبر ربي المآرب إن شاء الله. أن يوفق ربي لصالح الأعمال. أن تنود أن ينسن العمل الصالح رسمتي يقبر مولانا إن شاء الله. رسمتي أن بعد ربي في جهنم كما بعد بين المشرق والمغرب وكما بعد بين السماء والأرض. والجميع قبر والجميع وإن نصر الله لنصر الله يقبر ربي الصلاة الجميع. هذه أخر ربي بلا الدنوب إن شاء الله. أنا في ربي الأجر إن شاء الله. تسل الجمعة والسيم قرغ المولانا سبحانه وتعالى في يد نسيات الصدقة يجمع ربي ارتفاق الخبيث يجمع ربي الرأي إنسان أن يجمع ربي الكريم إنسان أن يوحد ربي الصف إنسان أن يجمع ربي على خير إن شاء الله أن يجمع ربي على طاعة الله ورسوله نسني بعض ربي الخلاء نسني بعض ربي الضرار نسني بعض ربي الفتان ما ظهر منها ما بطن أن يستوى ربي الأخوة إن شاء الله أن يجمع ربي ترمى الناس إن شاء الله نجمع ربي الرسل إن شاء الله نجمع ربي الكلمة إن شاء الله أهلي يا ربي تقبل ويدة سنين سيان وفوسة سنسيان سيو أهلي يا ربي ويدة معاوني يقبل الخير إن شاء الله أهلي بعد ربي سبيل الشياطين الإنس والجين أسني بعد ربي إنه ونحنين أجمع أجمع الخوشي مزولة وإن هذا الدليل أهلي تبت ربي الأجر إن شاء الله أهلي تبت ربي الأجر الجميع إن شاء الله أهلي بحر ربي الدنوب نسني إن شاء الله نسني يا ربي الخطوات نسني لمسجين إن شاء الله تنايف عن الدرجة نسني إن شاء الله نحس السيئات نسني إن شاء الله ونتخيم لي الخربة وذلك إن شاء الله أني جاء يا ربي أجمع الخبوة المغفرة أهلي يا ربي دوين الرحمة أهلي يا ربي دوين النور أهلي يا ربي دوين الرزق أهلي يا ربي دوين البركة أهلي يا ربي دجمع النين ربا مولانا إن شاء الله أهلي يا ربي دجمع الخير إن شاء الله صاروا الله عز وجل بسبب هذه الصدقة إن شاء الله اللهم سقينا الغيث اللهم سقينا الغيث اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيث غيثا مغيثا نافعا غير ضار ولا مضير اللهم اسقنا الغيث غيثا مغيثا نافعا مالك خوت انا دابا حاليا مدوار ايتي تقراقرا نواحي بومية وجيت مع واحد الصداقة سبحان الله العظيم يلا كي تغديت كنت شرف دقيقة صراحة الناس انا الله يعمر الناس طيبين الناس الكرام جيت مع الزرزانيشان يكتامر هذاك العيا كتضرب هاد الدقيقة كتنسى كلشي هو السيزار كيضرب في التمن زرة ديال التفاح هذيك راهو فيها دابا راه محيدين التفاح راه سالا حق يا خاي سعيد من التفاح ها ولقيت حقي من التفاح الله يجعل البركه واغي شتي حقي من التفاح غير حيد بسم الله بو سعيد الدوار اللي فيها شنو سميتو ها الدوار اللي فيه شنو سميتو اي تزيد نتكراكرا اي تزين تي تي تقرقرا تقرقرا اي تزيد تقرقرا اي تزيد تقرقرا اي تزيد تقرقرا وعلاش سموه اي تزيد تقرقرا؟ الدوار كتعني بالشلحة؟ ايه بالشلحة الدوار كتعني بالشلحة الدوار كاين بالشلحة الدوار ادوار 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 بالشلحة كذاك كاينين جوج ديال اي تزيد جوج جوج دواول لا كاينين اي تزيد اوتوم صغاريان اي تزيد حدا كروشن حدا كروشن كاينين اي تزيد تما ياك وكاينين اي تزيد هنا ياك فهمتي فهمتك بحال جوج مناطق قبل
قبل 92 ولا 93 المشيخه ديالتنا وديالتهم وحدها. الشيخ ديالهم وديالنا واحد. واحد. المقدم ديالهم وديالنا واحد. واحد. هكاك. وتابعنا احنا تابعنا غبالو ديال يتسردان. اغبالو يتسردان. ها غبالو يتسردان. سيسد. سيسد. هانتوما الخوت ما شاء الله من نزيل الكرم. ضيافة سعيد. خوست ما شايتكم في هاد البينة. يا سلام شحال بنينة البينة. بنينة طبيعية. هادشي عند الجميع سبحان الله العظيم. شوف هادشي تقليدي قديم. مسحور عطي منه واحد ريحة سكاية. الخوت كيما كتشوفو هاد البارطاج ديالي راه هو سيزار فينا هو كانت بينا. دابا أجي واحد السيد هو لي ضايفني سعيد الله يعمرها دار. أجمع هاد البارطاج ديالي فوق سيزار نمشي الطريق إن شاء الله بإذن الله. خوت كيما كتشوفو درت ديبار من دوار أي تزيد. دابا راه غادي ها وسط عالبيستات عالخلا. غادي نمشي الطريق بومية. الطريق ماشي طريق بومية، الطريق ميدلش هرا صراحة. جا السيد اللي كنت خليت عندو سيزار الله يعمرها دار، إنسان طيب ونعمة الرجولة. الناس بحالو صراحة هما اللي كيعطيوني أمل والله العظيم. تزق واحد الراجل الله يعمرها دار تعامل معايا صراحة تعامل ديال الرجولة. بت عندو الصباح نط فطر جمعت الباكطاج ديالي عطاوني الخبز البيض البينة باردة تنحمجو ونشرب اللبن. ايوا ديك الساعة نكمل الطريق ديالنا ان شاء الله بإذن الله. السيزار بالي راه ارتاح. شوف السيزار ولا غادي دابا عا كيجري سير. انا دابا خرجت الطريق اللي كدي للزايدة وميدالت راه هي فينا هي قربت ليها. عرفتي خوكم وكح ولكن هاد البينة رجعت فيا الروح. مازال تابعنا الطريق كيفنا. البينة عادية لا تصبح عادية لا من خوضة على مزيناتها. سمعنا خاي سيزار وقفنا واحد جوج دقائق. را سير سير اسير هجي شنو باغي سير رسي سير سير شنو باغي سير هذا تابعني مع شنو باغي سير سير را انا حامي لك اخاي سيزار كان غادي يجي غادي را
باغي يدوز معاه. ها هو فينا سير را ناس راك كتحرت الله يرحمنا.